وادي امامنا لويس سواريز يستغل الهفوه الدفاعيه ويسجل المنتخب الاورجواياني في الدقيقه الثامنه. فورلان شوف حضراتكم كوره كافاني، فورلان سواريز الثلاثي الخطير. وادي امامنا التحرك هنا، فورلان ليس هناك تسلل، وشوف التحرك وشوف بقى التوقع عند اللاعب لويس سواريز. ادي فورلان يلف ويلعب على طول، والدفاع وحارس المرمى يتحمل جانب كبير الحارس سونج ريونج يونج في هذه الكرة. ادي امامنا لويس سواريز هداف الدوري الهولندي، لقب الكأس الهولندية مع فريق نادي اياكس، احد النجوم الحقيقة البارزين البارعين جدا في اداء الادوار الهجومية. هذا اللاعب الشاب اللاعب لويس سواريز اللي يبدو على اعتاب الانتقال كما نسمع الى اندية كبيرة، قد ينتقل لريال مدريد، ينتقل الى اندية اخرى، انتقل في يعني عام 2007 على